ولا احمد، سيب اللي في ايدك ده كده وركز معايا ثواني. بص، بما انك مسيرتك تكبر وتبقى بغل كبير زي اللي مربينك وتمسك مصروف البيت، فكنت عايزك تعرف مين اللي كان واخد باله منك ويستحق التونه، ومين اللي كانوا سايبينك ريحه الحفاضه بتاعتك جايبه لاخر الشارع. انا قلت اقول لك يعني عشان ما حدش يضحك عليك، انا مش غلطي حاجه. حطيت لي ميه فوق السرير، اموت انا في الاغراء. الاستاذ جاي قوانين حساب المثلثات ساين بي بيساوي سي على بي ايه، يبقى هنحركها ناحيه اليمين شويه عشان تزعل على دماغ عموديه قدام شويه. اوف تقيله فشخ. ايوه هو ده. يا نهار، شفت الزلزال عمل ايه؟ يا بت اسامهم حطي لها كل، ما تعمليش نفسك فيها نايمه، انا شايف عينك مفتحه، بلاش الهزار ده يا بت، مش قادر، بطني لزقت في ظهري، ما تبقيش ناشفه كده. طب قوم حطي لها كل واعمل لك اي حاجه انت عايزاها. يا اخي احرق دول بني ادمين على الصبح عشان كام وجبه تقعد تشغلني بيهم طول اليوم، الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. لازم نشوف لنا عبوس بريطانيه تصرف علينا بدل قله اليمن اللي الواحد فيها دي. يا عم ما حد اديني شغال واقطع نفسي يعني. يا صباح الاشاك والتفاؤل. شكلكوا اغراب، انا ممكن اوريك كل حاجه هنا. انت عارف انا مولود هنا اصلا، امي وهي حامل فيا وحامل تولد في جنينة. اه والله زي ما بقول لك كده، حتى اتولدت هنا بالظبط. بصي اشوفك بعدين. ما تخلص بقى في يومك اللي مش راضي يعدي ده، بقالك 3 ساعات موقفني ما شفتكش اصطدت حاجه. ايوه هو ده الاكل التمام، اشوفك بعدين يا مغفل، حظ اوفر المره القادمه. هي بطل تصوت عليها، مش فاهم منك حاجه. يا عم استغل عندي عيال لازم اكلها. يا ابن المجنونه انت يا ابني، احنا مش قسمنا الشارع، انا اول 5 عمارات وانت ال5 التانيين. كنت واقف عندك مع الجنب بتعملوا ايه؟ يا عم انا مالي، اللي كل ما تشوفني تقول لي تعالى اشربك لبان طبيعي، انا ماليش دعوه. ازاي يعني انت ما تعرفش قله الذوق ده يا صاحبي؟ مش شايف ان في كلام كبير هنا؟ هو لي اصل مش مهم، سيبك منه معاه شكل بس. يوني ما شفتش مسكت. اقعد انت، اتجننت. انا هولي ياسمين، اسف ما كانش قصدي، اصل في دبان عرفاني لو استطعت تبقى عملت معايا احلى واجب. حرام، كل يوم شربت خضار، هو انتوا شايفين انا بقصادكم؟ انت لازم تاكلها عشان البرد اللي جالي ياسمين. طب هي عيانه، انا ذنبي تاكلون زيها؟ طب استهدى بالله، قوم كل معاها عشان ترفع من معنوياتها. يا ولا اله الا الله، بس حاسب ايدك كده عشان مش عايز اخسرك، ومش هروح في حته غير لما تاكلوني الاول. يا بت انت، انا ما عدتش كده من ساعه لما البت الحب سابتني وهربت مع القط البلدي. انا كنت جاي اشوفك بتعملي اكل ايه واكل معاك عادي زي اي قط طبيعي، لقيتك قلبت عليا المواجع وسددت نفسي. عموما لما تخلصي طبخ بقى اشيلي لي نايبه باكله بعدين. ايه ده يا مدلس، المفتاح دي بتاعتك؟ انا شايف واقع هنا من بدري. ايه شغل الكابل الموزع ده؟ لا ده انا هملك بقى، الواحد جسمه مكسر. تفكر بقى انك هتحدفيها وانا اقدر اجيبها لك وشغل الفرارة ده؟ ها بصي انا اقولك عليها بحسن، انت تحدفي لي كيس دراي فود وتصحي تنضفي لي صندوق الرمله بتاعي عشان اغفل لك وانسى العبط اللي انت لسه عاملاه ده، ايه رايك؟ خلاص رجلي ما بقتش حاسس بيها، عمالين نلف على المحلات من صباحيه ربنا، احنا كنا متفقين انك هتبصي بصه بس، فانا هرتاح 5 ولما تقتنع ان الهدوم حلوه بس انت اللي تخنت بصحيني. ولا انت بتغش على قد دول؟ وسع كده يا عم، انا اللي مسكتها الاول. يلا احدفها مره على السخان. طب بص الخل، قلت مره انا مش عايز صداع هنا.